معنا من باريس عبر سكايب السياسي العراقي سيد أمير المفرجي. مرحبا بك أستاذ أمير معنا. أهلا وسهلا، مساء الخير، تحياتي لكم حياكم ولمشاهدي قناة الرافدين. أهلا وسهلا. الحديث إذن عن أن انتخاب برهم صالح وعبد المهدي سيقدم نسخة جديدة غير التي أصابت الشارع العراقي باليأس، إلى أي مدى ترى أستاذ أمير أن هذه الأسماء ومن يعمل معهم سيمثلون تغييرا حقيقيا في الحياة السياسية في العراق؟ شيء طبيعي عندما نقول بأنهم يريدون أن يغيروا شيئا في العراق، فأنا أقول إذا أردنا أن نغير الوضع الاجتماعي والسياسي في العراق يجب إعادة النظر العملية السياسية بكاملها. العملية السياسية التي قامت في العراق هي من أهم أسباب ما وصل إليه العراق. أنا أظن، أنا في اعتقادي الشخصي واعتقاد الكثير من الوطنيين العراقيين، بأن وضع شخصيات تدعى الآن مستقلة أو وطنية، وأنا لا أعرف ما معنى الوطنية لأنها كلها أحداث كانت فئوية لها علاقة بالدين السياسي الذي جاء من الخارج. المشكلة أن هذه هي بعض التمنيات. أنا سمعت الكثير في عن طريق الإنترنت عن ما يقوله السيد رئيس الجمهورية الجديد ورئيس الوزراء، وأنا في اعتقادي هي أكثر من تمنيات لا غيرها. إذا بقينا في هذا المحور وهذا المستوى، ألا وهو تبديل الوجوه بوجوه جديدة، وكما تلاحظون الآن سيدي بأن المعركة قد بدأت للفوز بالحقائب بين الأحزاب التي كانت هي نفسها في السلطة منذ أمد بعيد، وهي التي يرجع عليها كل ما جاء العراق من ويلات وفساد. الآن تشاهد الأحزاب تتخاصم، وأنا في نظري عملية تغيير الوضع في العراق ويعني ما يريده بين قوسين رئيس الوزراء الجديد سيصطدم بكثير من المشاكل وكثير من الإعاقات، وأن الوضع العراقي على ما أعتقد ليس سهلا كما يتصوره البعض. إذا أفهم من كلامك أنك ربما تتفق مع ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال التي ذكرت أن رئيس الوزراء لن يغير شيئا من واقع البلاد بسبب الفساد. طبيعي هم عندما انا اسمع ما يقولون واقرا ما يكتبون في التواصل الاجتماعي وفي صفحاتهم الموجوده على الفيسبوك وعلى تويتر، المشكله ان تغيير الوضع في العراق لن ياتي ب عصا سحريه نضع اشخاص مقابل اشخاص اخرين، كوضع مثلا اشخاص يدعون الآن بأنهم مستقلين. النظام العراقي أو الوضع السياسي في العراق إذا أراد أن يغير من الوضع فهو يعرف أين هم الوطنيون وأين هي الشخصيات التي تستطيع أن تنقذ العراق، وإلا فأنا في نظري يستطيع أن يضع أناس يدعون بأنهم مستقلون ووطنيون، وسيرى في النهاية بأن الشعب العراقي الثورة التي عمت في العراق ستكون موجودة، وإنما ما يقولونه هو سوى فرع رماد في عيون، ولكن الوضع العراقي لا يستطيع أن يبقى بهذا الوضع لمدة طويلة. وأنا في نظري أن المشكلة ستكون عويصة وليس كما يتصورها من جاء الآن إلى السلطة، لأن الوضع ليس بهذه السهولة. بخصوص ملف الفساد، مع الحديث عن تفاهمات بين شركاء العملية السياسية لتكوين هذه الحكومة المقبلة، هل يمكن أن تغلق ملفات الفساد عبر تلك التفاهمات؟ طبيعي هذا أمر يجب الوضع عليه خبرين، لأن ما يعمل به الآن سوف يصطدم بأمراء ورؤوس أحزاب هي كانت المسؤولة عن الفساد. الدولة العراقية وما دخل في الدولة العراقية هي أكثرها شخصيات
لها يعني اليد الطولة في الوزارات وفي يعني المؤسسات الحكومية، وخصوصا في الأماكن التي يوجد فيها المال العام. فلهذا أنا في نظري أنه ليس باستطاعة الحكومة الجديدة والشخصيات التي جاءت في أن يعني أن تبقى بهذه الصورة، لأن السلطان تنتظرها بالمرصاد. ولهذا هناك أنا في نظري سيكون هناك يعني نوع من التصادم بين هذه الحيتان وبين من يريد أن يغير الحالة. وأنا في نظري يعني قد تكون، وكما قلت قبل قليل، هو زر الرماد في العيون، لأن الوضع في العراق يحتاج إلى شيء آخر غير حكومة تكنوقراط يستطيع أن يقول بأن هذا هو يعني يصلح والآخر لا يصلح. الوضع في العراق يتطلب إعادة العملية السياسية وتشخيص الأشخاص والأحزاب التي ساهمت في أن نصل العراق إلى هذه يعني المرحلة السوداء من تاريخه. البرلمان الإيراني بعث رسالة ترحيب بانتخاب برهم صالح رئيسا للعراق وعبد المهدي رئيس الوزراء. ما الرسالة برأيك أستاذ أمير التي أرادت إيران إرسالها عبر هذا الترحيب؟ أنا في نظري، وسأرجع إلى ما قلت في السابق، وهل أكون على خلاف مع بعض الأخوة الذين لهم يعني رأيهم الخاص في هذا الموضوع. أنا أكرر ما قلت، أن إيران موقف ضعيف الآن في العراق، ولكن المشكلة أن إيران استطاعت أن تدخل للعراق وهي الآن موجودة، ولكن الوضع الإيراني هو وضع حش. وأستطيع القول، وأنا مسؤول عن كلامي، أن وصول رئيس الوزراء الجديد ورئيس الجمهورية ليس له علاقة مباشرة بإيران، ولكن إيران لا تستطيع أن تخرج في هذه المرحلة التي نستطيع أن نسميها بمرحلة انتقالية بهذه السهولة. إيران أن تريد يعني أن تبقى يعني في موضع غير يعني خاسر في العراق، ولكنها بالتأكيد ستخرج، لأن الوضع العراقي سيتغير سواء كان في هذه الحكومة الجديدة التي جاءت على في نظري لتغير شيء ما، ولكن الوضع صعب في العراق. إيران ليس لها مستقبل في العراق، والولايات المتحدة الأمريكية أنا في نظري قد قررت في أن يكون العراق يعني خارج النفوذ الإيراني، ولكن العراق قد دخل في النفوذ الإيراني لمدة طويلة، وخروجه ليس يكون بهذه السرعة والسهولة، ولكن شئنا أم أبينا سيحدث في النهاية. شكرا جزيلا لك عبر سكايب من باريس، سياسي العراقي السيد أمير المفرجي.